الآن لو تتأمل في الرواتب، الرواتب في حديث أم حبيبة 12 ركعة، والصلوات المكتوبة، الصلاة المكتوبة كم عدد الركعات؟ 17 ركعة. إذا جمعنا 17 ركعة مع 12 ركعة كم؟ 29 ركعة. انضممت لها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ما زاد على 11 ركعة، فإذا ضممت لها 11 ركعة كان المجموع 40 ركعة في اليوم والليلة، 40 ركعة في اليوم والليلة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو 40 ركعة، نحو 40 ركعة. وقال ابن القيم رحمه الله: فهذه 40 ركعة ورده دائما الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر. الفرائض 17 وسننها 12 وقيام الليل والوتر 11 ركعة. وقال رحمه الله: فينبغي على العبد أن يواظب على هذا الورد، فينبغي على العبد أن يواظب على هذا الورد. ما هو الورد؟ 40 ركعة في اليوم والليلة. فينبغي على العبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، دائما إلى الممات. فما أسرع وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. فما أسرع وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. فهذا النقل عن ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وأيضا جاء نحوه عن غيرهما من أهل العلم، في أهمية العناية بهذا الورد، العناية بهذا الورد 40 ركعة في اليوم والليلة. ومن فاتته صلاة الليل يصليها من الضحى حتى ما يفوت هذا الورد، حتى ما يفوت هذا الورد ولا يفوت هذه المواظبة إلى الممات على 40 ركعة. نعم.